انا عايزه اقول رايي عامه في الموضوع، وعايزه اعلق على حاجتين كده هم قالوها. يعني اولا، احنا في الموضوع بتاع الخصوصيه ده عندنا تعارض ما بين احتياجين، ما بين ولي الامر وما بين الطفل او الشاب او الشابه، واحساسين. اوكي، الاحتياجين احتياجكم انتوا في الاستقلاليه، احتياجكم في ان انتوا تعتمدوا على نفسكم، اللي برضو هنا ولي الامر بيشوفه انفصال، بيشوفه هجر، وبيتزعر وبيخاف وبيحس ايه ده، بنتي اللي انا كنت مسؤوله عنها، اللي كنت بوديها وبجيبها ومعاها في كل حاجه ومعتمد عليها اعتماد كامل، فجاه بتنفصل عني. وده بيسبب عندنا احنا قلق وذعر وخوف، اللي طبعا كل الكلام طبعا بتاعك كان بيدور حواليه. الاحتياج اللي موجود هنا هو الاحتياج بتاع الحمايه، حق الحمايه. فهنا حق الاستقلاليه وهنا حق الحمايه. انا عايزه احمي اغلى ما عندي في الدنيا بكل الطرق الممكنة. عارفة ما يكون عندك حاجة غالية قوي 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 عليكي، وواحدة صاحبتك عايزة تاخدها منك تستلفها منك، وانتي مش عايزة تضايقي صاحبتك فعايزة تديها لها، بس في نفس الوقت انتي قاعدة مرتبكة لحد ما ترجع لك الحاجة دي لانها غالية قوي عليكي. وممكن صاحبتك انتي تتعاملي معاها بانه طب خدي وتفضلي وكل حاجة وتكتمي جواكي، وممكن تبقي انتي موريالها لدرجة انها تتضايق، لانه انت ايه يعني مش واثقه فيا ان انا هاخد بالي من، لا هو بس الحاجه دي غاليه قوي عليا وانا خايفه اي شيء يحصل. فاحنا هنا عندنا حق وعندنا حق، بس الاحساس اللي موجود عند اولادنا احنا بيكون احساس ان احنا بنسلب حريتهم، بناخد، بنظلمهم، بننتهك حق عندهم اللي هو حق الخصوصيه والاستقلاليه. والاحساس اللي بيكون موجود هنا احساس الذعر، احساس الرفض، احساس ان ابني وبنتي فجاه بعد ما كانوا في حضني بيبعدوني وبيقفلوا الباب في وشي، وهاتي التليفون وانت رايحه فين، انا حره اروح المكان اللي انا عايزاه. فاحنا عندنا تضارب ما بين الاحتياجين والاحساسين. هنا ده حق طبعا، ومحتاجين، هي قالت كلمه حلوه قوي، قالت لازم يكون في ثقه. انا عايزه بقى اركز على كلمه قلتيها قوي، من الاول، لان الثقه احيانا بيجوا الاهل يربوها عند الوقت ده، لان قبل كده مش حاسين ان هم محتاجين اصلا يربوا الثقه، وعشان كده احنا بنتاخر، بندخل عليهم متاخر. طب تعالي بقى صاحبك، تعالي بقى عشان ابتدي بقى اربي الثقه، بعد ايه؟ فات الاوان. دلوقتي بعد ما قفلت الباب جايه تقولي لي يلا نتصاحب، يلا نبني الثقه. فاحنا دايما عايزين ان احنا قبل ما ندخل في المرحله دي يعني نحاول نبني الثقه ونحاول نبني الصداقه اللي ما بيننا وبين بعض، عشان لما ندخل زي ما هي بتقول لك بالظبط، انا قاعده انا واحده صاحبتي وبتقولي ممكن تليفونك اكلم حد هديه لها، مفيش اي تخوين ما بيني وبينها لان دي صاحبتي. بس لو واحده تانية شكلها مهيب كده وشكلها بتشك فيا، لان ده الاتيتيود بتاعنا على فكره مع الولاد، وريني بقى كده تليفون، يعني هم مش فاهمين يعني، وريني كده تليفونك، لا بس عايزه ابص على صوره كده كانت موجوده من افشلنا طبعا. ايوه جدا. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.